السلام عليكم متتبعين قناة الطبخ مع عزيز العبدي، كديرين بخير لاباس عليكم؟ نتمنى نلقاكم بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال كيف ديما. كنشكر جميع الإخوان والأخوات من أرض الوطن وخارج أرض الوطن على التفاعل الدائم ديالكم مع القناة. الله يحفظكم والله يكرمكم والله يكرمكم كاملين، وشكرا على الكلام الطيب، وتحية لكم كبيرة ومرحبا بالجميع. الحين عاد قسم باكم العبدي اي 120 درا، انا ما كتجيني الزمته الا ركبت في شي طوموبيل. عاد رمضان وسيدنا رمضان كتجيني الزمته، اللهم الكرويله مصطفى ولد بوادريس وعاش الملك. مرحبا بكم كاملين، دخلوا نشوفوا واش غادي نديروا في نتقداو، يعني ندخلوا نديروا شي اكله في الكوزينه. مرحبا. ايوا هنا باكم العبدي بعد ما دخل من الغيبه دخلت الكوزينه ان شاء الله نشوف واشنو غادي ناولو واش غادي نديرو اليوم ان شاء الله، باش غادي نشارك معكم الكبسه السعوديه. ندير معكم اليوم بالدجاج لان ديجا عندي في القناه نديرها باللحم. المهم غادي نتبعوا الطريقه ديالتي والمراحل ديالتي، الا واحد النوع من كيقولوا ليه الليم الحامض بلدي مكرم يكرموهم على تيسا. قال لباكم العبدي ما لقيتوش، كان عندي ولكن ما بقاش مع الاستعمالات، ما بقاش وما بقيت صوبته. غير الحامض بلدي كنشدوه نكرموه في واحد الطبق مثلا ونحطوه في الظل، كيكرم في الظل شي شريجام ولا شي حاجه. المهم كيكرم على تيسا، هذاك هو باش كتنجح هاد السر ديال هاد الوصفه بالضبط. وبعض المكونات والعطريه راه متواجده تقريبا، ربما غتكون متواجده في كل بيت، ماشي شي حاجه كثيره. ونشاركوا معكم الفطور ديال نهار 8 ايام، وتابعونا ان شاء الله، ونتمنى الفيديو ينال اعجابكم ويرضيكم ويكون عند حسن الظن ديالكم. ومرحبا خوتنا المغاربه فين ما كنتوا، اين يعني في جميع بقاع العالم. وشكرا شكرا شكرا جزيلا لكم على التفاعل الدائم ديالكم مع القناه. وباكم العبدي ما كاين عاد شمر، هاي راه ليا اش كيقولوا ليه الروز البصمتي. كتجيب الروز البصمتي راه كيتواجد في بعض المحلات التجاريه. هما هاد الشعريه الصينيه اكبر لها الشناي 240 من البلاصه، بعد ما كنا ناخذوها بالفرانك الصغيره ب 60 ريال. ها هو شوفي الروز البصمتي هو هذا كيف ما كتشاهدوا، امازون ارز البسمتي. هاي الارز البسمتي كيف ما كتشاهدوا ان شاء الله، هي ضروري اللي ما عندوش البسمتي يخدمها بالسميتو، يخدمها الروز كلاصي. الروز كلاصي سيرتو الصفر البيض شويه، يعني البيض خصو تراقبوه. وهذا راه سريع الطبخ دغيا كيطيح في البلاصه، غمضوا هاد العوينه حلوا الاخرى تلقاو طابت. مرحبا بكم، قبلوا علينا. هنا بالنسبه للمكونات كيف ما كتشاهدوا وهي كالتالي، عندنا واحد الكميه من الدجاج على حسب، فروج نص فروج ربع فروج جوج فرارج نتوما واللي بغيتو، الكميه كتبقى على حسب عدد الاشخاص اللي كيعيشوا معكم او كيتواجدوا معكم في البيت. هنا بالنسبه العيش ديالنا او الروز البسماتي هو هذا كيف ما كتشاهدوا دغيا كيطيب. هنا بالنسبه للمقادير او المكونات، حاجتي في شويه البزار يعني واحد الكميه على حسب الكميه اللي نتوما عندكم، تقريبا هنا نص ديال الدجاج غير الملح على حسب الذوق، شويه ديال البزار تقريبا واحد نص عاشقه، هنا واحد ربع عاشق او راس العاشق ديال الكامول لان مازال غادي نزيد في الاخر. هنا المكونات الاساسيه باش تنجح هذه الوصفه وهي العواد ديال القرنفل، البزار الابيض، حبوب حبوب الهيل او الحبهان او قعقله، نجمه الارض او الباديان، والجوزه. الجوزه كيف ما كتشاهدوا هي هذه، عود من القرفه وعود من سكينجبير. الا كان عندكم طري مرحبا، ما كانش عندكم طري يعني يكون يابس، ما عندنا مش مشكل. بالنسبه هنا عندنا البصله كركوبه او لا خضاريه نقله، ما عندنا سوق. هنا
ليمونه حامضه مبشوره او مقشره القشره ديالتها، وبرتقاله حتى هي كذلك ومثال حتى هي مقشره بالقشور ديالها، وجزره او خيزوه او زروديه كل واحد اش كيسميه حتى هي غادي نقشرها بحال هكا، وواحد الحبه من الطماطم. بغيتو تخلوها صينه خلوها، بغيتو تقطعوها مكعبات قطعوها ماشي مشكل، ولا بغيتو كاع ديروا معجون الطماطم يعني المطيش الحك ممكن. هنا بسم الله على بركه الله، هنا باش غناخذ طنجره ديال الضغط ديالنا او طنجره عاديه كيف ما كتشاهدوا. هنا خدينا واحد النوع من المسمنات عمرناهم بالخضر الشعريه الصينيه، مزينين بجلجلان وحبوب الشيا، زريعه الخشخاش، هي هذه زريعه الخشخاش كيف ما كتشاهدوا، ها هي هذه حبوب الشيا وهذه حبوب الخشخاش، راهما كي يعني كيتشابهوا في بالنسبه للشكل ديالهم غير اللون اللي مغاير، هما مخلطين هنا ومع شويه الجلجلان كيعطوا واحد المذاق اللي هو رائع، واحد الديكور. وتابعونا هنا ان شاء الله باش ناخذوا الطنجره، غادي نشعلوا البوطه بسم الله، غناخذوا واحد الكميه من الزيت النباتي او زيت الزيتون على حسب، هنا كناخذ هذه العطريه كامله وهذه كنقسم منها يعني راه كثيره. هنا كيف ما كتشاهدوا دابا بعد ما كيترقدوا هاد المكونات، هنا كنضيف لهم البصله، هنا كيف ما كتشاهدوا انا ضفت لهم هاد المكونات دابا ان شاء الله هنا باش نضيف لهم اللحم. علاش كنقلمهم الاولين؟ باش كيعطوا واحد النكهه اللي هي زوينه في داك الزيت، هذه هي الطريقه ديالتهم. الفوره دار فيا حاله، الكوكور دار فيا حاله، هنا كيف ما كتشاهدوا دابا انا درت الجزر حتى هو باش نشحر هاد المكونات كاملين. وهنا دابا باش غادي نضيف الكمون، شويه الكمون وشويه البزار وشويه الملح، صافي كنقلي هادشي كامل مزيان. هنا ان شاء الله هانتوما كيف ما كتشاهدوا جوز طيب، انا بشرت منها واحد شويه هنا، ساهله ملي كتبغوا تحكوها كيف ما كتشاهدوا هانتوما كتحك بهاد الصغيره او لا المهم على حسب، ولا دكوها بالمهراز. هنا دابا كيف ما كتشاهدوا سميتو الدجاج ديالنا هو سير كيتشحر او كيتقلب معنا وسط ديك الاقامه، راني درت واحد الكركوبه ديال سميتو ديال المطيشه. ها هي هنا بالنسبه للروز ديالنا انا رطبته في الماء كيف ما كتشاهدوا، كنقيو وكنرطبو في هذا الماء حتى كنبغي نستعملو عاد كنصفيه. صافي هنا هانتوما كيف ما كتشاهدوا دابا بعد ما تشحر مزيان غادي نمرقو ونخلي الدجاج ديالي حتى يطيب. هنا بسم الله غنعطوه المرق الكافي اللي غيطيب فيه الروز وغادي يطيب فيه سميتو الدجاج. بالنسبه لهذيك العطريه راه ماشي مشكل، راه ما كتقنت ما والو، راه مزيانه كتبقى تعطي واحد النكهه، غير هو داك اللومي او الليم اللي ما عنديش ما بقاش عندي مع البرد دابا والشتا ما كرمتوش، كنكرمو في الصيف ولكن كنستعملو هاد الاكله بزاف، اكله يعني ما نعاودش لكم انا واكلها عند الشرقيين. تحيه لي من هذا المنبر والله يعطيهم الصحه.
ويعطيكم حتى نتوما الصحه وشكرا خوتنا المغاربه. هنا باش غادي نطيبوا واحد المسمنات ان شاء الله كيف ما كتشاهدوا، وهنايا الكرعين اللي كانوا بقاو عندي من البارح هما سخنتهم في الطاجين، وتا حاجه ما كتضيع. هنا كيف ما كتشاهدوا دابا انا سديت عليهم الدجاج، سديت عليه في سميتو في الطنجره، هاد المسمنات هما طيبتهم غير في المقله كيف ما كتشاهدوا. هذا هو الشكل ديالهم كيف ما كتشاهدوا. الاخرين راني رميتهم في الفران وتابعونا ان شاء الله. وقبل على باكم العبدي وعلى فيديوهاته، مرحبا بكم والف مرحبا بالجميع. حتى نكملوا ان شاء الله ونتم معنا. هنا كيف ما كتشاهدوا هانتوما سمنة تما طابو، هانتوما باكم العبدي. هنا دابا كيف ما كتشاهدوا بعد ما طاب الدجاج ديالنا ها هو، هنا باش غادي نرميو بسم الله الروز صافي، وكنشعل عليه ونقص عليه البوطا ونخليه حتى كيطيب، وغنضيف ليه دابا واحد شويه ديال الزعفران. هنا دابا كيف ما كتشاهدوا بعد ما ضفت الروز درت الزعفران ها هو كيف ما كتشاهدوا، درت واحد الكميه من الزعفران. هنا الروز ما كيبغيش يتحرك، ها نتوما غادي نديروا ليه غير بحال هكايا صافي، وكنغطوه كنعطوه التمريقه الكافيه كي قلت لكم، وكنغطو عليه ونخلوه كيطيب سله سله، يعني دقه دقه، نار ميته. هذا الروز البصماتي راه ما كيرفدش الطياب، راه 10 دقائق وجد، هذا 10 دقائق كيكون وجد. وتابعونا ان شاء الله، بقينا نتلاقاو غير في طبق التقديم ومرحبا بكم. هنا باش ما ننساش راني ضفت واحد شويه ديال الكمون من بعد، ودقت سميتو قديت عفوا دقت انا اش دقت الله يا ربي الله حطيت بطل على راسي، قديت المذاقات، قديت المذاق ديال الملح، لانني كنكون داير الملح في الاول غير قليله، ومن بعد عاد كنقاد المذاقات صافي. دابا هنايا كنسد عليها كيف قلت لكم، كنقتل على البوطه ونخليها حتى تطيب. هنا بالنسبه لهذا هو الطبق ديالنا ديال اليوم كيف ما كتشاهدوا، الكبسه السعوديه او الروز الشرقي بالطريقه الشرقيه ديالتهم. شوفوا كيفاش كيجي، وحتى الروز ما كيجيش هانتوما ما كيجيش يعني ملاصقه، كيجي حبه حبه. باش نقرب لكم شوفوا، هو السر ديالو انكم ملي تقتلوا عليه البوطه فقط.
هنا بالنسبه للكرعين اللي بقاو عندي من البارح انا سخنتهم حتى حاجه ما تضيع، مسمنات معمرين بالخضره والشعريه الصينيه في الفران كيف ما كتشاهدوا، شويه ديال السفوف، شويه ديال البريوات. هنا بالنسبه لاصوب ديال القرعه وخيزو وبطاطا بالكريمه ديال البارحه هي سخنتها حتى حاجه ما تضيع، وهنا شويه ديال الحسوه ديال السميده ديال القمح بالحليب عاديه. هنا بالنسبه للسيترون الحامض والماء والنعناع خيميرات ديال البارح سخناهم انتما كيف ما كتشاهدوا، والبراد ديال اتاي اللي ما كنقدروش نستغناو عليه في موائد الافطار المغربيه كامله، نفس اللون نفس المذاق. وهنا الريب بالطبيعه ديال الطريقه اللي وريتكم، نفس الطريقه اللي وريتكم. بسم الله انتما كيجي عاقد بحال شكل ضناب بحال شكل دانون بحال شكل، المهم مع ديك الحلاوه ديالته انتما شوفوا كيفاش كيجي. ونتمنوا الطابله ديالتنا ديال اليوم 8 تنال اعجابكم وترضيكم وتكون عند حسن الظن ديالكم، ومرحبا بكم والف مرحبا. وهنا واحد البسبوسه كيف ما كتشاهدوا بسبوسه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مع فيديو جديد ان شاء الله في قناه الطبخ مع عزيز العبدي.